نعم، إذن كانت هذه كلمة لقوى الحرية والتغيير التي أعلن صراحة ما الذي حدث اليوم. الآن تجري عملية التوقيع وهي على الإعلان السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يكون هناك اجتماعا ثانيا يوم الجمعة لمناقشة الإعلان الدستوري في عند الساعة 4 عصرا. هذه اللحظات، هذا ما حاول الوسيط الأفريقي والأثيوبي، هذه الوساطة المشتركة التي عملت ليل نهار من أجل هذه اللحظة التي تعتبر تاريخية. كان هناك التوصل لاتفاق، ولكن الآن وضع أن يتم وضعها على أوراق، ويتم وفق بنود التوقيع عليها والالتزام بها من جميع الأطراف، هي الإعلان السياسي على أن يكون هناك الإعلان الدستوري الذي شهد قبل أيام تراشقا إعلاميا كبيرا بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بعدد من البنود التي كانت في اختلاف كبير، خصوصا في داخل قوى الحرية والتغيير التي طالبت في بعض النقاط أن تكون على سبيل المثال تبعية النيابة العامة لرئاسة الوزراء، أن تؤسس هناك لها وزارة. الآن ولكن هذا ما رفضه المجلس العسكري. هذه ستكون أحدى النقاط والعقد التي يمكن أن تفجر هذه المباحثات، ولكن الآن بهذه الخطوة، هي خطوة للأمام. في هذه اللحظات نشاهد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد التوقيع. تأتي هذه اللحظات بعد جهود مكوكية من قبل المبعوث الأفريقي والوساطة الأفريقية والأثيوبية. الآن نرى الوسيط الأفريقي أيضا سيتم التوقيع من قبل الوساطة الأفريقية والأثيوبية كضامن لهذا الاتفاق، جاء بعد جهود مشتركة للوساطة الأفريقية والأثيوبية على مدى الأيام والأسابيع الماضية من جمع الأطراف السودانية، الفرقاء السودانيين في هذه القاعة والجلوس والتوقيع، وهي خطوة إلى الأمام. ولكن الإعلان الدستوري سيتم النقاش فيه، لا نعلم إلى أي مدى سيتم التأجيل كما حدث حتى وصلنا إلى هذا اليوم. كان هناك تأجيلين كانت قد طالبت فيهما قوى الحرية والتغيير من أجل التشاور مع قوى الحرية والتغيير أو القوى الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير، وهي أكثر من 80 مكون سياسي ونقابي ومهني في السودان. إذن في هذه اللحظات شهدنا قبل لحظات هو توقيع الوساطة الأفريقية والأثيوبية المشتركة، وهي الضامن لهذا الاتفاق، اتفاق السياسي، الإعلان السياسي. تم الاتفاق على كل النقاط. كان هناك بعض التحفظات من قوى الحرية والتغيير منذ اللحظة الأولى لإعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ولكن ما نراه الآن ونشهده هو وضع النقاط على الحروف من خلال اتفاق يلزم جميع الأطراف السودانية بهذا الإعلان السياسي. وهي كما تحدثنا مع بعض المقربين من الوساطة الأثيوبية والأفريقية، قال إن هذه الخطوة كبيرة إلى الأمام من أجل تنفيذ أو الانتقال إلى نقطة الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري هو الجهة القانونية المنظمة لهذا الاتفاق وللمرحلة القادمة في حياة السودانيين السياسية. الإعلان السياسي